فيما يخص الريموت سنسينج داتا، يعني انت يعني الدراسات القليله يعني القله القليله اللي تقول ان الكولوشن مال الووتر بالريموت سنسينج داتا يعني قليلين، يعني قليله جدا، فهمت؟ حتى البارامتر مال ازاي حتخرج يعني البوليشن من الواتر، ما عاد اللي يسموهم هم السسبنشن ماتر، يعني اللي موجوده البارتيكل الفين بارتيكل الموجوده في الماء فقط، هي اللي راح تحدد لك الريموت سنسينج داتا. يعني اذا كان عندك انت المشكل مثلا بالكويفر بالكادميوم يعني بوليشن معين، فهمت؟ اذا كان عندك مشكل بالاس او 2 في الماء، هذا مشكل، يعني ازاي انك راح تخرجها من الريموت سنسينج داتا؟ ما يمكن، فهمت؟ هذا لازمك انك تشوف بحث، يعني زي ما قال الاخ عمر لازم تشوف بحث الليتيراتشر، تشوف يعني تقلب قبل ما تبحث، قبل ما يعني تبدا في الريسيرش مالك، تبحث تعمل واحد ريتيراتيف ريفيو على اليوتيليزيشن في مال الريموت سنسين في البوليشن وطبيعه البوليشن اللي عندك، فهمت؟ اذا كان هو بوليشن معدن معين ولا هيك هو اللي عامل المشكل عندك في المنطقه الدراسه، على حسب الستاتستيك اللي عندك ولا اللابوراتوري اناليز اللي عندك، هذا يمكن بعد تشوف، لان زي ما قلت لك الريموت سنسين الوحيد اللي يقدر يجده هو المابين الداتا مالي ريموت سنسين، تعمل لك المابين اوف وات، مابين اوف سسبنسد ماتر فقط، البارتيكول هذه البارتيكول الصغيره الموجوده في الماء هي اللي راح يلقاها فقط، شيء اخر مثلا عضو معين او معدن معين ولا سي او الكادميوم ولا الكويفر ولا بوليشن اندستري بوليشن باي اذر تلقاها بالريموت سنسين، هذا لازم بحث في الليتيراتشر قبل ما تبدا ايش، فهمت؟ يعني بازل، يعني مثل ما دكتور علي لا انت وصلتك الفكره انه انت بدون ريفرنس قوي ما تبدي، يعني بدون ما انه يعني ما يعني انت ما عندك الان القدره او الخبره الكافيه حتى تفرض شيء جديد، مثلا تقول انا راح اشتغل ديتا، يعني بعد ما تكون توصل مرحله قريب من بروفيسور وتعرف شو دا يصير وتعرف السنسر كيف تشتغل، تجي تقول مثلا انا احاول اسوي فد موثد جديده، طبعا هذا يطلع من ريسيرش وورك جروب، يعني معك ناس تقترح ايضا تتفق معك، فحاول ان تدخل بهالاتجاه. انت هسه ما اعرف كم صار لك، قلت لك انت ما يعني ما تكلمنا قبل ما عاد الفتره اللي انت وتجمعت، فحاول انه الان فقط تشتغل على البروبوزل، اذا عندك بروبوزل كامل. هل كمان عندك البروبوزل يعني سويت له ديفنس ولا بعد؟ لا هو لسه مخلص سمستر اول. اوكي، انتوا عندكم كورسات وبعدين تدخلون يعمل ماستر، تعمل ماستر ولا دكتوره؟ لا بي اتش دي. بي اتش دي تمام. فعلى كلام دكتور علي فهمت الان كيف يعني النقاط اللي هو قال عليها، انت المفروض كل نقطه قال عليها الان تجاوبه، يعني انه تقول له لا يعني الداتا اعرف انه هي كافيه، لا اعرف انه الباراميتر هو مع فلان سنسر شغال، اعرف انه الميثود هي شغال، لا يعني انت المفروض تجاوب، يعني ما المفروض تتفاجئ يعني انه يعني هو دي يسوي لك كريتيسيزم الان، دي ينتقدك، هو ما دي يعني احنا دائما ايش يعني انت تبقى الطالب تنتقده الى ان يوصل مرحله يقدر يجاوب ويقدر يدافع عن نفسه يعني بشكل، فلهذا احنا نقول اوكي الان انت تقدر تستمر وحدك. تمام حبيبي وصلتك الفكره. ممكن اشرح لك انت الدكتور علي شيء بسيط؟ لا مو الان، احنا ليش الغرض اليوم احنا فقط نلتقي وياك، لانه الجروب نفسه انت اللي معاك بالجروب لازم تسوي اكتيفيشن، لازم ترسل لهم تقول لهم احنا نريد نتكلم نريد نقعد، احنا اليوم هذا الفويس اوف سكادك اللي هو فقط نعرف بعض ونشوف شنو المشكله اللي عندك بالجروب، انه تحتاج مثلا تكنيكال ايشوز
ما تعرف شلون تستخدم الجروب، ما تعرف شلون تتواصل، يعني احنا نحاول نجاوبك على الأسئلة. إن شاء الله. فاحنا بالنسبة لنا الاتجاه اللي ماشيين بيه بالموقع انه نشتغل على التولز نفسها، بحيث انت من تتواصل مع الآخرين من خلال على الأقل في اكو لوج فايلز، يعني هذا الدسكشن اليوم اللي صار يتسجل داخل الجروب. هسه يعني الان احنا انا هسه بديت اسجل هسه قبل دقيقتين، هذا بعدين التسجيل يبقى عندك ترجع له، يعني حتى تقول اوكي ورا سنه تقريبا تشوف الملاحظات اللي يتكلم الدكتور علي بيها، تقول انا هذا الكلام الان هضمته، يعني حتى يصير عندك ريفرنس، يصير عندك ريفرنس بوينت، ايش قد انت تقدمت، ايش قد انت تطورت يعني بمفاهيمك. بينما اذا بعد سنه وتشوف الكلام اللي تكلمنا به الان ايضا غريب عليك، فانت ما تطلع يعني اوكي واضحه الصوره. واضح. عفوا، الاشياء اللي فقط حبيت انه انبه عليها اذا يسمح دكتور علي قبل ما هو اعطيه شويه مجال، بالنسبه لل من 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 تحاول تسوي جروب جديد، حاول انه يعني قبل ما تسال او 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 تحاول انه تدخل على جروب، حاول ترسل مباشره الى المنتر يعني او الشخص، ارسل له مسج قول له انا اريد ادخل معاك بالجروب، لا تدخل ويسوي لك ريجكت. يعني ناس كثير من الناس يريد يدخل على جروبات، يعني مثلا انا ويا العزري يعني ماستر تيسس ما ممكن احد يدخل الان، يعني يدخل بعدين بالارتكل، الارتكل اوريدي هو خلص وصار وعنده هو يعني كو اوثرز. فالافضل انه ترسل اي واحد منكم يريد يدخل على جروب يرسل رساله انه انا احب انضم، هل بالامكان تكون افضل يعني. يعني كيف هسه واحد يدخل عليك يلقى الباب مغلق ويبقى يدفع بالباب، وين ما واحد ممكن اوكي يعني ترتاح. هو احنا هذا الاسلوب. الموضوع الاخر انه قلنا الكواليتي مال الشغل، اي علي راح يرجع ياكد على هذا، ارجوكم الكواليتي هو ليس بمفهوم انه اكثر الكونتنت بشكل سطحي، يعني هذا انت دا تخدع نفسك انه انت تقول انا مفتهم، لا انت ما مفتهم، انت فقط تحاول تعيد من نفس الطريقه نفس الاوتبوت، يعني هو راح يطلع لك بهاي الطريقه راح يطلع اوتبوت، بس انت ما تعرف هو الاوتبوت شنو اختلافه عن هذه الطريقه. هذه كل طريقه من عندها صار قريبا 50 سنه موجوده، اللي هي الاستاتستيكا والماشين ليرنينج اجت. الكود اصلا بيه مشكله، يعني من يتنفذ، ليش هم لحد الان ناس تنشر عده كتب على موضوع واحد؟ انت تقول مثلا لوجيستيك ريجريشن، الكل تتكلم لوجيستيك ريجريشن، ليش؟ اذا هو بهالبساطه يعني لا، في عندك عده امور داخل الفيتنج، داخل شكل الكيرف، داخل البارامترز البيهيفير مالته، مع الموضوع مو بهالسهوله. فرجاء رجاء انه يعني كل موضوع حاول انه تبقى على موضوع واحد وتدخل بشكل فيرتيكال، ادخل بالعمق، وهذا يرجع على كل شغلكم انتم يعني. فدكتور علي بس اذا عنده تعقيب على مشكلة الموضوع. هو فعلا اخي الكلام اللي قلت زين، بس هم حالة الطلاب يعني يبقى انه شغال على البيبر، يعني يبدا حابب انه يناقش يشوف الطريق السهله، وهذا ما هو عمومي في البحث العلمي في مجال الدول العربيه والغير العربيه. هذا اتفاق، انا متفق معك اخوي، اذا ما كان النو الميثودولوجي ولا يعني شيء جديد، ما هي القيمه المضافه؟ فهمت في الشغل علي بالنسبه هو الدسكشن، يعني الدسكشن مدى ما يعني هم الورد نفسه قاعد يحاول انه يسهل موضوع الدسكشن بزياده الريزلتس، يعني هو بده يخلي اوتبوت تطلع، لكن هو نفسه ما يريد يقرا، يعني هو احنا لا نخلي الاتم كله على المشرف.
هو نفس السنتمنت تقول له البيبر خذ اقراها، يعني يقول لك يعني هو ما سأل، ما يسألك، هو ما يسألك، لكن انت شفتوا بالدسكشن مع في عندكم طلاب يدخلون بالعمق، مو الكل يعني جاي بشكل جنرال، لا اكو ناس داخله بالعمق وهو يكيف يعني يفرح انه تدخل انت بالعمق، يعني ليش لا؟ بس انت اطلع أكيد. منها، يعني اطلع منها بشيء، يعني مو انه فقط اني والله موضوع صعب، لا حتلقى. أكيد. انا اريد اعطيكم فقط اخر شيء قبل ما يعني نغلق، ان اخذنا اوريدي علي قبل تقريبا 40 دقيقه دخلنا، اعطيكم مثال على الشغل اللي هسه احنا شغالين عليه هنا في الانستيتيوت. يعني هذا مركز الريسيرش انستيتيوت اوف جيوهيدرولوجيكال بروتكشن داخل الناشونال ريسيرش كونسل الايطالي. الان مثلا المشروع اللي احنا شغالين يعني هسه عليه انه ببساطه البيبرز الموجوده انه رينفول ثريشولد اللي هو يطلع لك الحافه مال بدايه الانهيارات باللاند سلايدز. فالموضوع كابلكيشن عملت انا عليه بيبرز وعندنا كورس، لكن شوف الموضوع من يبدي بصوره صحيحه، انه انت الداتا اللي عندك كل يوم تصير اكو امطار خلال السنة بالسيزن، هذه الأمطار اليومية وتيصير عندك لاند سلايد بشكل كل سنة كم لاند سلايد، بعدين هذه التجميع مالتها هل تقدر تسوي انت على ريال تايم ان لحد الان تتجمع؟ فتخيل احنا الداتا تتجمع بشكل يومي الى هسه كل 5 دقائق، اكو رادر واكو رينجيج، يعني مو فوق ومن جوا، وعندنا فيوجن بيناته وانسامبل نشوف اذا يوقف الرينجيج يسوي سبورت الرادار ديتا، او اذا الرادار الرينجيج هو افضل انه يعني مسيطر عليه واقرب، لكن هذا كله دا يصير وين؟ بالداتا بروفايدر اللي هو دا يعطينا الداتا. بعدين اكو حلقه هذا سيرفر، اكو حلقه اخرى سيرفر اخر اللي هو الكمبيوتيشن، تجينا الداتا دي نحط عليها الكودات ودي تصير سيفنج. السيفنج وين دي يصير؟ ايضا سيرفر اخر. السيرفر هذا شنو؟ هذا فقط ريزلتس. عندنا في سيرفر اخر يسوي برودكتس، يعني ريزلتس اذا بها ايرور شيلها، الريزلت اخر دقيقه يعطيك اياها، واذا اكو واحد راد ارك قبل سنه يطلع له اياها، فهذا ايضا سيرفر. وبعدين في عندنا سيرفر رابع اللي هو الانترفيس اللي هو انت تشوف هذا الريزلت اللي على شكل جي يو اي، هذا هنا نختار نوعيات معينه من الريزلت نطلع حسب الشركه او حسب اليوزرز. نشوف الشغل تقدر تسوي انت ببساطه بالكود او شيء، شوف من تدخل بالديتيلز تتعلم سيرفر شيرز، تتعلم الرادار، تتعلم على الرينجج، قصدي هذه هي الفائده من تدخل على بروجكت فعلا شامل وبه معنى، تتعلم انت كل التفاصيل. هذا اللي اريدكم انت يعني حاول البيبرز مالتك قدر الامكان انه يكون بها جديه يعني. فهذا بالنسبه علي على مود نغلق معاك، عندك شيء نصيحه للولد وبعدين بالنسبه لهم هم يستمرون معاك بالجروبات يعني بشكل مشكلة. أنا البيبر اللي اشتغلت معه علي الزيري ويوسف منصري بازل، أنا ما أعتقد مش معي في الجروب. أنا الرمارك أعطيتهم الرمارك يعني صححت يعني أعطيتهم بعض الكريتيكال بوينت، هما حتى مال الليتيرشر عندهم فيها المشكل، وكنت خبرتهم في الفيرست درافت ريفيجن فيرست درافت، وخبرتهم بأني بعض المرات ياخذون يعني الريفيرنسز وهو ما هو الريفيرنسز الاصلي للي نقطه جيده. اي نعم خبرتهم بها في الفيرست درافت، وهذا شيء يعني طبيعي الانسان يكون اول عام بي اتش دي ولا ثاني عام بي اتش دي يكون يعني مخلبط شوي، الريفيرنسز لازم يكون الريفيرنسز الاصلي يعني الاوريجينال ريفيرنسز، فهمت؟ ما تخربطه وهي الريفرنس اللي من بعده وهو ما يكون هو الريفرنس مال البيبر. هذه
نقطة أخرى يعني فيما يخص البيبر مال فلاش فلود، هي زي ما تقول إنه عاملون الموديليزيشن يوجن ديفرنت ألغوريتم ماشين ليرنين، يعني فور ماشين ليرنين، وهذا الكومباريزن عادي يعني راح تلقى. بس حبيت أخبرهم في البيبر وصار الأدفانس في البيبر وصلت فين ما وصلت. ديسكشن مال البيبر يعني كان شوي ضعيفة وشرت لها نفس الموضوع. نعم نفس المشكلة، ديسكشن ضعيفة جدا يعني حتى جنرال يعني ديسكشن كنت تكون شيء ضعيف، هو فقط يعني تيلينج للريزلت انه ايش طلع، ماكو ديسكشن فقط، بس ما فيه يعني حتى الكريتيكال بوينت يعني، بس يبي يشوف الديسكشن. يعني ديسكشن شنو هي الديسكشن؟ انك تاخذ الريزلت مالك وتشوف بعض الاشخاص اللي يعملون نفس المودلز بالضبط، وتكون نفس المنطقه يعني نفس الكليمايت، نفس لازم تكون اريد كليمايت لان المنطقه مالك انت اريد كليمايت يعني هم عندهم نفس الريزلت وشافوا اننا عندهم استعملون موديل اخر يعني الجوريثم اخر وانت لقيت ريزلت، يعني تدخل هذيك الريزلت مالهم وتعمل الريفرنس والديسكتش يعني تعمل ديسكشن بين هذه الموديل وتعطي يعني مكان قوة يعني الموديل اللي عندك ومكان ضعف الموديل اللي عندك، فهمت؟ هذا هو الديسكشن. يعني انا يعني كنت حابب اخبرك فيها الاول يعني حتى اني خبرتك معناتها حتى في الريفيجن ما ضفتها. وضحت وضحت عندهم اعتقد الان يوسف والعيذري يعني هذا الموضوع، هذا طبعا دي يصير كل بيبر يعني دي يتكرر لانه يعني هذه مثل ما يقول الموضه الجديده الان انه انت اعتمد على التول او اعتمد على الكود هو يتصرف، يعني لا انت لازم تفكر يعني حسب ما تريده يشتغل، زي السامبلز قلل السامبلز كله هذا راح يغير، وبعدين انت بالنسبه لك هل يعني نتائجك افضل مثل ما قال الدكتور من غيرك اللي هو نفس الانفايرمنت، وما راح تلقى فرق كبير يعني بالاكيوريسي مثلا ما راح تلقى 80 70، لكن هذه بعد ما حد يدور على الاكيوريسي، يعني انا يجي واحد ينطي 90 اكيوريسي ماكو ما في ديسكشن يعني ما اعرف ليش طلعت ترفض، وفي اكو واحد قاعد بال 70 يحاول يصعدها 75 يحاول كل الديسكشن الموجود جوا، يعني فعلا تلقى واحد في اكو بناء يعني قاعد يبني ويقال فلان وقال علان هذول نفسهم عندهم مشكله بالهايبوثيسز يعني الفرضيه مو هو اللي سواها، اللي هذا قال لك دكتور علي انت ترجع للريفرنس الاصلي، الريفرنس الاصلي هو فرض شيء، ليش فرض يعني ليش فرض يعني؟ لان الاخرين هم قلدوا، يعني اعطيكم مثال حتى تقرب، احنا نتكلم على مثلا للمابينج يونت، الان انتم كل المودلز شغالين انتم عليه شغالين بالجريد يونت اللي هو انت عندك البيكسلز هذا، بعدين كل يونت مال البيكسل مساحتها تاخذها بالبوليجون اللي هو انت كم مساحه البوليجون اللي عندك 30 30 متر هذا واحد بيكسل، واذا البيكسل اقل راح تاخذ المين المجاوره لها او الميجوريتي، لكن في اكو طرق اخرى الان على الجريد يونت مثل ما عندنا الكورس اللي مال السلوب يونت، في اكو ناس كثيره مشتغله سلوب يونت، هذول ماخذين من بيبر اصليه، هذول بالوسط طريقة تطبيقهم فيها اكو غلط صح، هم طبقوها اني راح يعني اكون سلسلة لهم، بس انت ترجع على الاصل ليش؟ لانه ما راح ترجع تغير بالباراميتر، راح تغير البيسن، راح تاخذ الشيب مال الستوب يونت، من راح تيجي تغيره؟ هذول اللي سووا كوبي ما عندهم هذا الدسكشن، ما تطرقوا للتغيير، هم فقط اخذوا الموديل واشتغلوا، انت ترجع على الاصل اللي يقول لك مثلا الشيب مال البكسل لكن لازم يكون بهالشكل، تقول له انا لا انا غيرت تمام،
فانت من اي تغيير اي شيء ترجع على الاصلي، على تعرف الناس انه انت مثل ما واحد هسه قال لك ليش خليت الاوراق هنا؟ قول له انا رتبتها حسب ما المدير قال لي. لا شيلها، يقول لك لا ارجع على المدير، اذا المدير قبل انه اغير اماكن وضع الاوراق او انا اغيرها، فانت ترجع على المدير يقول لك اه والله منطقيا، اوتوماتيكيا اللي اقل من المدير راح يوافقوني، يعني يقول لك وصلت ال وصلت. من الله التوفيق، و ان شاء الله. عندي مداخله عمر لو سمحت. تفضل. في موضوع الدسكشن، في انا اشتغلت على الارث فيشرز، ما كانش في بيبرات بيشتغلن على يستخدمين الماشين ليرنينج يحللوا الارث فيشرز، ما حصلت الا بيبر واحد فقط اللي كان وبيبرات، وبيبر في عام 2014 وبيبر 2019، ما كان في الا هذا البيبرات. وين بحثت؟ بالسكوبس ولا؟ بحثت في سكوبس، في سكولر، في بحثت كثير. اوكي، الان ما اتكلم انا اعطيك الحل، اعطيك فقط طريقه انت من بحثت، من راح تيجي تقول اني مثلا ما لقيت. هذا الاسلوب البحث مالتك لازم يثبت بالبيبر. لازم تقول اني بحثت مثلا بالسكوبس داتا بيس، استخدمت هذا الكيورد، حتى بعدين انا من اجي اقرا اقول اوكي هو بحث وما لقى. تمام، الان كمل. حصلت هذا البيبر، هو اشتغل يعني 5 موديلات، وكان من ضمنهن الراندوم فورست فقط. انا استخدمت الراندوم فورست، عملت مقارنه بالنتائج حقه والنتائج حقي، وبعدين اخذت مثلا الاكس جي بوست وهذا وقارنتهن مع يعني مع نتائج مثلا في الفلود في اللاند سلايدز، لانه ما حصلت اصلا في نفس الارث فيشرز. هو ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ينفع، لا ينفع، هذا تضارب في ال، انت شغال على شيء وتعمل على فينومين معينه وتقارنه بفينومين معينه، هذا يعني لا يتلاقى. يعني اي واحد اكثر ستابيليتي، لاند سلايدز او الفلاد؟ باللاند سلايد. اللاند سلايد نفسه، في انت عندك 5 انواع، في عندك في عندك الفاست موفمنت، عندك السلو موفمنت، عندك ديب سيتد، عندك نوعية الماتيريال يعني، وفي عندك يعني خارج هذا الروك فول أو اللي هو ما يعتبر لاند سلايد، يعتبر شيء آخر. لا 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 ما فهمتني يا دكتور، لحظة. أنا قارنت فقط النماء اللوغاريتمية فقط، قلت إنها فقط، ما قارنتش الطبيعة مثلا الفيشر، قارنت فقط اللوغاريتمية، إني هذا اللوغاريتمية كانت أفضل فقط، ما قارنتش إنه يعني طبيعة الحدث. بس 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 اخي، انت قارنت على 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 فينومين معينه مختلفه على الفينومين اللي انت شغال عليه، فهمت؟ لا هو قال الكود يعني هل الكود يعني الموديلات، يعني على اساس انه مثلا الراندوم فورس والاكشي بوست كان يعني افضل في الراندوم في اللاند سلايز. و يوسف خلي الموضوع، احنا قلنا هذا الداتا خلي على جنب، ماك شيء اسمه افضل، يعني انا هسه اقدر اطلع لك افضل ريزلتس، يعني هذه عده اشياء تغير كميه السامبلز اللي دخلت، السامبلز انت تشيك السامبلز اللي اكثر سامبلز راح تعطيك افضل ريزلت، الفاريبلز نمبرز اختلافها راح يعطيك ريزلتس. انا توقعت تقول الالجوريثم سيتنجز اللي هي داخل الار، ما اعتقد بيه اختلاف، هو الراندوم فورس يعني ك ك ك كالجوريثم ما راح تختلف كثير، يعني ما اعرف كيف انت يعني قارنت، يعني مثل ما قال لك علي لازم توحد، يعني اي تزت يعني سووا هم وكمل نفس الداتا مالتهم، نفس الداتا لازم تجيبها وتسوي لها رن من جديد، ما تطلع عن هذا الموضوع. طيب يعني اذا عندك شيء اخر ما يعني ما اعرف الفكره، يعني هل وصلتني يعني تمام يعني او عندك شيء تكلم انت قول. انا فقط انا قلت حابب بس في موضوع الدسكشن فقط، لانه ما حصلت انا بيبرات بيتكلمين في عن الارت فيشرز باستخدام الماشين ليرنينج، ما حصلت الا قلت لك الا
قليل بالبرت يعني اللي هم الاثنين، فما عرفت شو اعمل ديسكشن يعني اربط الديسكشن دكتور حقي علي، مع هذه اللي. معاك هاي البيبر انت شغالين عليها ولا غير كلام؟ لا لا هذه البيبر اللي اكتبه حقي انا. اي تمام. اذا تحب يعني اعمل جروب فقط لهذه وشوف نقدر ندخل انا وعلي معاك او شوف شخص اخر ونسوي لقاء نتكلم بشكل اوسع، احتمال يطلع شيء عندك مرتب يعني، بس يعني ان جنرال الان ما فهمت انا الفكره بصراحه يعني، حتى لا اظلمك احتمال انت. انا والله لكن ظن اننا نتحدث على البيبر الاخر يعني، مالي الفلاش فلود لا 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 اللي كان يقولون يعني ارسل لي علي، بس لان لازم اخوي انا فقط نصيحه، اذا كنت حابب يعني تكمل في البيبر وما تقول ان البيبرات قليل يعني، حتى اذا كان البيبرات قليل يعني موجود زي ما قالك الاخ عمر في مليارات البيبرات اللي تعمل استنساخ للميثودولوجي وتعطي الريزولت زي ما قال لك، هو الموديل اذا كانت الداتا قليله راح يكون الموديل ضعيف، اذا كانت الداتا كثيره راح الموديل يكون قوي. الروك ولا الاي يو سي ولا الروك بلوت هذا شيء بسيط يعني، تدخل الداتا الكثيره راح يكون ريزولت جميله. ابو بس الحسن خلي 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 يدخل بعدين معانا بجروب اخر، مو مشكلة وخلي مو يسوي مشكلة خلي يسوي لنا شيرنج للسكرين ماله، وخلي نشوف شو مسوي هو، احتمال يعني مو مشكلة احتمال يطلع بشيء اذا الله راد. ان شاء الله ان شاء الله. اذا عندكم شيء ان شاء الله، احنا يعني قاعدين نحاول انه نطور بالويب سايت قدر الامكان. كيف ان جنرال قاعد تشوفه ستيبل يعني، من قاعد تستخدموه في يعني كويب سايت، عندكم ملاحظات؟ ايه سلس، ما سلس كل يوم بيتطور احس. اوكي اذا اكو عندكم اي شيء بالنسبه له ارجوكم اكتبوا لي يعني رساله او شيء، احنا قاعد نحاول انه يعني اذا تحسون الالوان او تحسون الاماكن الاشياء مثلا صعبه، بس انتم استخدمتوا من صار فتره يعني صار عندكم صرت فاميليا. أنا تقريبا سجلت قبل نص ساعة يعني، والآن صار نص ساعة عند تسجيل، احتمال ما راح أخلي يعني، بس على الأقل هذه الريفرنس يبقى لنا يعني، أما أشير بعدين أو أبقي يعني. توقعت أنه يكون بالدسكشن مع يعني بالإنجليزي أو شيء، لكن أنا فرحان بهذا اللقاء، إذا تحبون كل أسبوع يعني نلتقي. حلو يعني نحاول الاسبوع الجاي نبدي اوكت دكتور علي يجينا شيء موكت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا شكرا لك توفيق حبيبي، لا ان شاء الله يخليك، شكرا لك. شكرا يا دكتور عمر، شكرا يا دكتور علي، والله تشرفنا بمعرفتك. شكرا شرفين شرفنا شكرا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك.